أعزائنا المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الصحة تاج. هذا البرنامج اللي خصصنا حلقاته عن الصحة، التوعية الصحية، ومعلومات قيمة نتمنى أن تنال إعجابكم. في هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع البروتين. البروتين اللي بيحتاجه جسم الإنسان، إذا كان هذا البروتين من يعني مصدره الحيوان أو النبات. معنا في الاستوديو الأستاذ بيتر، أهلا وسهلا بيك. بنرحب بيك مرة أخرى، ونتمنى أن كل المعلومات اللي احنا بنشاركها مع المشاهدين تكون معلومات قيمة وطيبة. البداية نتكلم عن البروتين. ما هو البروتين؟ وهل البروتين يحتاج الجسم؟ والكمية والنوعية، كل هذه الأشياء سنغطي الموضوع، موضوع البروتين في هذه الحلقة. تمام. ففي المقدمة دينا حضرتك تعريف للبروتين من فضلك. والبروتين هو مادة كيميائية، مادة كيميائية متكونة من الأكسجين، هيدروجين، نيتروجين وكربون. فهذول المادة هذه هي سلسلة، وهالسلسلة هذه لأنه أنت عندك الحوامض الأمينية، الأحماض الأمينية، الأحماض الأمينية. نعم. فهاي الأمينو أسيد هي محطوطة بسلسلة معينة، فكل بروتين يختلف عن بروتين ثاني. في المملكة النباتية البروتين يختلف عن البروتين الموجود في المملكة الحيوانية. البروتين هو ضروري للإنسان، ضروري للحيوان، لأنه بالحقيقة بدون البروتين ما نقدر نعيش الحياة، لأنه الأنسجة والخلايا اللي تموت والأنسجة اللي تتأثر بشيء راد لها تقويم أو راد لها تبديل، فكلها تجي بسبب البروتين. طيب، اتكلمنا عن البروتين أو أعطينا تعريف عن البروتين. وضح حضرتك انه تكوينه بيتكون من مواد يعني كيميائية. وحضرتك عرفت المواد دي. لكن ايه دور البروتين في جسم الانسان؟ كما ذكرنا انه البروتين يساعد الانسجه، بناء الانسجه، من الانسجه تتلتلف الخلايا تتلف. مثلا نعم تتلف الخلايا الدم مثلا كل 120 يوم عندنا خلايا جديدة، فهالخلايا الجديدة الجسم يحتاج البروتين حتى ينتج هالخلايا الجديدة للدم. فالبروتين هو ضروري للإنسان وللحياة، فنحتاجه على هالأساس هذا لبناء، خاصة لبناء الأنسجة مثلا من الجرح أو أشياء داخلية اللي احنا ما نشوفها تدامجت، فنحتاج لها يعني تلف. فبنحتاج اني البروتين حتى تعاد تكوينها مره اخرى. تمام. نعم. حضرتك ذكرت الاحماض الامينيه اكثر من مره. تمام. ممكن حضرتك تدينا تعريف عن الاحماض الامينيه وايه علاقتها برضو بالبروتين؟ احنا تقريبا حسب المعلومات الموجوده انه الاحماض الامينيه هي 22 حامض، بس ما هي نوعين. هالنوعين هي عندنا الأحماض الأمينية الضرورية. هذه الضرورية هي 9 الجسم ما ينتجها، فلازم نحصلها من المواد الغذائية اللي نتناولها. والبقية هي من الغير ضرورية، يعتبروها غير ضرورية لأنه الجسم يقدر ينتجها. ف المواد اللي تنتجها الجسم انه يعني منتوجه فما يحتاج انه، فهي غير ضروريه. لهذا السبب يستخدمون اللغه غير ضروريه. هي ضروريه من ناحيه اهميتها، نعم، بس هي غير ضروريه من ناحيه انه الجسم ينتجها فمش محتاج لها. بس نحتاج نفكر بها او نحتاج يا اكل ناكل حتى نحصل عليها، وهي بركه من الله خلق الانسان، طعانها البركه هذه. اكيد
لكن في أحماض أمينية دي ضرورية وبنحصل عليها من المواد الغذائية اللي احنا بنتناولها. طيب حضرتك عرفنا الأحماض الأمينية وعطينا تعريف للأحماض الأمينية، بتقول إنه تقريبا 9 بنحصل عليها من المواد الغذائية غذائيا 9 والباقي باقي 22 نحصلها من الجسم ينتجها طيب ما في شك إن كل الناس بتعرف إنه الإنسان بيحتاج للبروتين، تمام، واحتياجه للبروتين ضروري، تمام، لأن البروتين بدون البروتين زي ما قلت حضرتك إنه الإنسان ما يقدرش يعيش، ضروري للإنسان. طيب السؤال هو إذا أجسادنا تحتاج للبروتين، هل البروتين نحصل عليه فقط من المملكة الحيوانية من اللحوم فقط، ولا ممكن نحصل عليه من الغذاء اللي هو النباتي؟ نباتي، أوكي. قبل ما أذكر أنه يا نوع يكون فائدة للإنسان حسب الأبحاث، نحتاج نذكر أنه بالتاريخ طبعاً there are health organization over history. يعني اللي هي المصحات العالمية أو المنظمات العالمية للصحة. المنظمات الصحية، الأطباء اللي كانوا يسوون بحوث من 1860 بدأوا يسوون بحوث عن البروتين. في ذلك الوقت قرروا أنه 120 غرام يومياً هو الكمية الأقلية للإنسان لأكل يعني البروتين، حاجة البروتين. الكم من البروتين اللي يحتاجه جسم الإنسان اللي في اليوم، تمام، كمية. وبتقول إنه سنة 1860 كان المفهوم العام 120 غرام، إنه بيحتاج الإنسان 120 غرام، تمام، من البروتين في اليوم. بعدين الدراسات استمرت، وفي 1913 الدراسات أو البحوث تدل أنه الحاجة الإنسان يكون 40 غرام من البروتين يوميا، فنزل من 120 إلى 40 غرام باليوم بروتين. أوكي. يعني دي برضو نزلة كبيرة، طبعا نزلة كبيرة. بعدين نزل إذا إلى 35 وبعدين إلى 20، بس المنظمة الصحية العالمية الدولية العالمية قرروا أنه البروتين المناسب للشخص، لأنه واحد يعتمد على شغله على أعماله، خاصة إذا هم شباب ويحملون أثقال يحتاجون بروتين أكثر، فحددوا أنه تقريبا 0.08 per 1 كيلوغرام of يعني body كل weight. كيلوغرام of body 8 weight. مش يعني أقل من 10 للاحتياج الإنسان لكل كيلوغرام. لكل كيلوغرام. فلو الإنسان مثلاً 50 جرام، أنا آسف، 50 كيلو، 50 كيلو وزنه، نضربه في 0.08 يعني 8 من 10 أوكي. فيطلع تقريباً 48 يعني 40 إلى 45 غرام إذا واحد وزنه 50 كيلوغرام. إذا واحد وزنه أكثر حيصعد شوية أكثر، بس القياس حيكون حسب الوزن، حسب وزن الشخص. يعني المعدل نقدر نقول حضرتك إنه من 50 ل 60 غرام من البروتين يحتاجه الإنسان في اليوم تقريبا. وطبعا كل أشخاص اللي مثلا عمال هم يحتاجون هذا، فيحتاجون أكثر نسبة من هذا البروتين. نقدر نقول من 50 ل 100 تقريبا على حسب الاحتياج، على حسب يعني المجهود اللي بيعمله وعلى حسب الوزن. طبعا هون بأمريكا هاي الفوتبول اللاعبين يأكلون أكثر من 50 أو 100 غرام بروتين، لأنه بيعملوا مجهود، لأنه عضلاتهم يكبرون، فيحتاج لهم تقريبا 150-160 غرام باليوم بروتين، ويمكن همت أكثر إلهم. بس من ناحية الصحية طبعا هذا الرياضي ورا ما يوقف اللعب وينتهي البروفيشن مالته،
يعني العمل بتاعه كلاعب ينتهي وظيفته كلاعب. أكثرهم ما يقدرون يستمرون على يعني تناول 150 160 170 غرام بروتين يوم ورا يوم، لأنه جسمهم بعد ما يتحمل هذا الشيء، فأكثرهم ينزل، لازم ينزل، ولا حيصير عندهم مشاكل بالقلب، يعني مشاكل بالقلب، مشاكل بالدورة الدموية وأشياء أخرى. فالبروتين هو ضروري، بس واحد لازم يأخذ البروتين حسب الطاقة مالته، حسب عمله المناسب. نعم. سؤالك كان عن المواد، الأنواع. إذا أنا يعني أنا كنت حضرتك سألت السؤال، وده سؤال مهم كتير. يعني حضرتك ذكرت لنا معلومات قيمة جدا، الأبحاث أثبتت إنه الإنسان يحتاج لخمسين ستين جرام من البروتين في اليوم. هل إن أو المفهوم العام إنه إحنا محتاجين البروتين وبنحصل عليه بس من المملكة الحيوانية، من اللحوم فقط؟ النوع هل ممكن نحصل على البروتين من النبات أو من الحبوب أو طبعًا. من الفاكهة؟ طبعا البروتين موجود في الخضروات، بروتين موجود في الفواكه، بروتين موجود في البقوليات، المكسرات، أكثرها فيها بروتين. بس نسبة البروتين تختلف من جروب إلى جروب، يختلفون من مجموعة لمجموعة. فالشيء المهم أنه المملكة النباتية فيها بروتين، بس السلسلة البروتينية، البروتين الطريقة اللي هي موجودة، الأحماض الأمينية، ترتيبها يختلف عن ترتيب البروتين في الإنسان أو في الحيوان. أوكي. فإذا من ناكل هالنوع هذا في السابق بالعشرينات 1920 25، من سووا الدراسات كانوا يعتقدون انه البروتين بالحقيقة، واحد سوى اختبار، طبيب سوى اختبار على الفيران، ولاحظ انه الفيران يسمنون من تحطهم على بروتين حيواني. فمن ذاك الاختبار سووا القرار انه البروتين الحيواني افضل من البروتين النباتي، ولو هم بذاك الوقت ما مسوين بحوثات ابحاث ما مسوين ابحاث عن البروتين الحيواني النباتي. طيب هي ناخذ فاصل قصير ونعود نكمل حديثنا على هذا الموضوع الهام، موضوع البروتين. اعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ونعود لنكمل حديثنا الهام عن موضوع البروتين، فتابعونا. أعزائنا ورجعنا لنكمل موضوعنا الهام عن البروتين. أستاذ بيتر، قبل الفاصل كنت بتتكلم حضرتك عن موضوع هل نقدر نحصل على البروتين من المملكة النباتية؟ وقلت حضرتك نعم، يعني المفهوم العام تمام. إنه إحنا بنحصل على البروتين فقط من المملكة الحيوانية تمام. لأنه النبات المملكة النباتية، الحبوب، الكسرات، ما قدرش نحصل على البروتين منها. بس أنت غيرت مفهومنا دلوقتي وبتقول إن ممكن نحصل على البروتين من المملكة النباتية. تمام. حضرتك كمل لنا الموضوع ده. أعذرني. من تقريبا السبعينات بأمريكا بدأت الأبحاث عن هالموضوع هذا، البروتينات، فبدأت مقالات هواية تنتشر أنه البروتين اللي يأتي من المملكة النباتية بالحقيقة أفضل من البروتين اللي يأتي من المملكة الحيوانية. وبعدين من بحث الأبحاث بأخرى شوف أنه للجسم أسهل أنه يأخذ الأحماض الأمينية من البروتين النباتي أسهل من أن يأخذه من البروتين الحيواني. فالجسم يأخذ البروتين أو الأحماض هذه، يأخذ الأحماض وهو يركبها بصورة خاصة مناسبة لنا، فيكون بسهولة يحصلها
من النباتي من المصدر النباتي للجسم. فبدأت الأمور والأفكار تتغير. بس قبل السبعينات المدرسة الوحيدة بالأفكار على هالشيء هذا أنه الحيواني هو المصدر الوحيد هو المصدر الأفضل. طبعا هنا بأمريكا هي دولة تجارية، ف اللحوم وأكل اللحوم هي مسألة تجارية أكثر بالزبط. من هي مسألة صحية بالزبط. فبدأت الجمعيات اللي يعني اللي يشجعون النباتية بدوا يسوون أبحاث أخرى، وبالحقيقة تعلمنا كثير عن هالمعلومات هذه من هالأبحاث. وهذا تأكيد أن هناك يعني أو التأكيد على أنه نقدر نحصل على البروتين من المملكة النباتية، مش بس المملكة الحيوانية. طيب نكمل السؤال المهم كمان، إيه الفوائد، فوائد البروتين لأجسادنا أو لجسم الإنسان؟ وإحنا تذكرنا أنه بناء الأنسجة واحد، اثنين أنه يساعد بالنمو، ثلاثة في النساء يساعدهم لتكوين الحليب أو إنتاج الحليب للرضع، للرضاعة نعم. الطاقة الطاقة مهمة، فالبروتين يساعد في الطاقة. العضلات، بناء العضلات أو قوة العضلات هذا يعتمد على بروتين. قلنا اللي يحملون أثقال يحتاجون بروتين أكثر، لاعبين الرياضة خاصة هذولي البروفيشنال بألعاب من الباسكتبول هاي يحتاجون بروتين. بس الرياضي اللي يركض ما يحتاج بروتين هالقد، والحاصل فيحتاج هذه الهرمونات والإنزيمات كلها تحتاج بروتين بإنتاجها، فالبروتين يكون ضروري كل الأعمال هاي. أعمال الخلية نفسها تحتاج بروتين. البروتين يعني جسم الإنسان يحتاج للبروتين تمام. ويحتاج لكمية معينة تمام. من البروتين زي ما حضرتك تمام. ذكرت تمام. طيب خلينا نسأل أنه عشان نغير برضو المفاهيم، لأنه في ناس كثيرة لسه مش مقتنعة أنه المصدر أو مصدر البروتين لازم يكون من الحيوان. هل هناك علاقة للأمراض أمراض الإنسان من إذا كان مصدر البروتين من الحيوان أو النبات؟ نعم، هناك أبحاث عديدة عن هالعلاقة هذه بين البروتين ونوع البروتين. فمثلا إذا تأخذ مرض معين، مرض الغدة اللوفية اللمفاوية الغدة اللمفاوية هذا المرض بينه علاقة كثير ويا البروتين الحيواني. لاحظوا أنه بلدان اللي تستخدم أو أكثرية الناس يأكلون البروتين الحيواني، مثلا الولايات المتحدة، أستراليا، نيوزيلاند، شافوا أنه هذا المرض عالي جدا بهالبلاد هذه، لأنه مصدرهم البروتيني مصدر رئيسي البروتيني مصدر رئيسي البروتين هو الحيوان نعم. بعدين تروح إلى بلدان مثلا اليابان، الصين، تشوف أنه هالمرض هذا أقلية بكثير، أقل من الدول الأوروبية والسبب أنه هالدول هذا باليابان والصين أكثر الناس مصدر البروتين يجيهم من النبات مو من الحيوان. ذن تأخذ دروسات أو اختبارات صارت خلال الحرب العالمية الثانية أنه تبعوا النساء اليابانيات وراء الحرب تبعوا حالاتهم وصحتهم، زين سووا دراسة عليهم من تحولوا صار وراء الحرب الثانية كثير من العوائل اليابانية هاجروا من اليابان إلى هاواي، جزيرة هاواي بالضبط حضرتك ده بعد الحرب العالمية الثانية فمن وصلوا إلى هناك طبعا من كانوا باليابان كان أكلهم أكثر نباتي نعم. البروتين يجي نباتي بس من جو إلى هاواي ذن البروتين صار مو بس نباتي صار أكثر تدريجيا حيواني نعم. فمن صار حيواني لاحظوا أنه مع النساء أنه سرطان الثدي بدأ يرتفع
يبقى ليه في علاقة بين البروتين الحيواني وسرطان الثدي عند النساء. فهذا هو كان النتيجة من البحوث. بعدين من نفس النساء أو العوائل تحولوا إلى الولايات المتحدة، إلى المنطقة هذه كاليفورنيا مثلا، أيضا تابعوهم ولاحظوا أيضا بعد ارتفع أكثر، لأنه هالمرة صار عندهم مدة طويلة بأمريكا. فتقريبا 90% من البروتين اللي ياكلوا كان من مصدره الحيوان. يعني في علاقة وثيقة بين البروتين الحيواني والمرض والأمراض اللي ذكرتها حضرتك. الأمراض ياكلوا. فمن هالدراسات ودراسات أخرى لاحظوا أنه يعني مصدر من البروتين هو مصدره حيواني يأثر بهالصورة هذا. فهالعلاقة هذه نعرف عن هالشيء. طيب حضرتك يعني تكلمنا بكل صراحة عنها، يعني موضوع إذا كان البروتين حيواني أو نباتي. نعم. بس هل هناك إرشاد للناس كيف يحصلوا عن البروتين النباتي؟ هذا شيء بسيط جدا. إذا ترجع إلى الخضروات والفواكه، خضروات والبقولات بصورة عامة، الأرز طبعا إحنا نحكي على الرز الأسمر، الصمون الأسمر، هاي تحتوي على بروتينات. كل الخضروات تحتوي على بروتينات. فمن الإنسان يبدي يغير، مثلا من أنا كنت مصدري أكثر يعني في فترة طويلة مصدر البروتين اللي أنا كنت أتناوله كان مصدره حيواني. نعم. فكنت أشعر بتعب بسهولة، كنت أتمرض، ومن أتمرض مثلا حتى إذا كانت مرض بسيط إنفلونزا وهاي تطول لي مرات 3-4 أسابيع على ما أستوعب طاقتي مرة ثانية. فمن أنا غيرت إلى مصدر بروتين، إنه مصدري صار نباتي وبديت أكل بس المواد النباتية، شعرت بتحسن. أولا لحد الآن وأنا أحمد الرب لأنه الرب يبارك. أمين. من تحاول أنه تتبع حسب فهمك، تتبع الطريق الصحيح، الرب حيبارك هذا الطريق. فأنا شعرت أنه الرب باركني لأنه ينطيني الصحة أنه أقدر أقوم بأشغال ما كنت أقدر أقوم في السابق. فتدريجيا قوتي ازدادت وأشعر يعني تماما أحسن. بس مو بس الأكل الناكله مهم، بس أيضا الأشياء الأخرى اللي نعملها. أكيد. فكثير الناس في حسب الوقت حاضر في الولايات المتحدة وفي أوروبا، بالحقيقة أنا التقيت مع أطباء في إيطاليا اللي هم أطباء يبحثون، عندهم أبحاث عديدة ودراسات عديدة عن مرض السرطان، أمراض عديدة، و من يعني النتائج كل البحوثات ومع الأبحاث ومع مراقباتهم للمرضى أنه هم هذول الأطباء أيضا صاروا نباتيين لما اقتنعوا أنه المصدر الحيواني للبروتين أو الأغذية غير صحية. تمام. يعني حضرتك مع اختبارك، يعني أنت باختبار واختبار لمدة سنوات عديدة تركت المنتج الحيواني بكل مملكته. تمام. واتبعت المملكة النباتية. تمام. أنا عندي اختبار ثاني مع أشخاص عديدين. نعم. بس أتذكر شخص واحد مرة التقينا معاه وكان يعاني من ارتفاع ضغط الدم. نعم. ارتفاع الضغط كان تقريبا 120 فوق 15. فأنا نعرف أنه هذا حالته خطرة جدا. نعم. فمن سألتونه أنه يعني شلون ويا أكل يتناول أو الطعام أو العادات اللي هو يتبعها، لاحظته
انه الشيء الرئيسي ويانه انه كان بس يتناول او الوجبات مالته كانت تتكون من البروتينات الحيوانيه. الحيوانيه وكميه اكيد كبيره. او يعني اعتماده الكلي. تمام، اعتماده الكلي بدون خضروات، بدون سلطات، بدون اي شيء. وطبعا كان يشتغل 7 أيام بالاسبوع، ما عنده رياضه. فكل دي بتاثر كثير. كله بتاثر. احنا بنشكر حضرتك على هذا اللقاء الشيق والمعلومات الطيبه. اعزائنا المشاهدين الكرام، بنشكركم لمتابعتكم لهذه الحلقة عن موضوع البروتين. نلقاكم في حلقة قادمة. الرب معكم ويبارككم.